كل ثانية في حياتي بعد ثورة 17 فبراير بعد دخول البعثة وأنا أقول هذا الشعب، الشعب الليبي يعني بتاريخه النضالي والسياسي والاجتماعي والعلمي وما يحوى هذا الوطن من علماء وعباقرة ودكاترة ومثقفين ومناضلين وناس ذوي تاريخ اجتماعي وسياسي عظيم، هل حقا نحتاجه فعلا شو اسمه لليون وكوبلر وانظر من هم جي حزب بناتنا وحللنا مشاكلنا ويركزون على نقاط كحقوق المرأة ولا لا؟ اللي نحن يفترض أصحاب رسالة وقيم عظيمة راح هذا مثل بسيط مما من تدخلات البعثة ولا لا؟ لا أتحدث عن تشويه المشهد العسكري والسياسي وما إليه، هل تحتاج إلى أمة ذات رسالة عظيمة بقيمها تعلمها كيف تعطي حقوق أمي وبنتي وزوجتي وأختي؟ جاي بتعلمني يعني شوفوا هل نحن فعلا نحتاج إلى هذه البعثة حتى في الجانب السياسي؟ هل فعلا ما عندناش؟ هل نحن قوم متخلفين في غابات ولا لا؟ ما نعرفوش شيء، ندور هيك وخلاص، جيبونا يا جماعة من يورينا وين نمشوا؟ هذا الخطأ الاستراتيجي الذي قمنا به ولا نستثني أحد، كنا مسؤولين أن جي بعثة دخلت كدعم كراعية ثم كدعم كراعية كوصي والآن كمحتل ورئيس دولة يدير في ملتقى اسمها الجامع والله ماشي الحال بدون شفافية، مع أن إحدى أهداف وإحدى خطوات وإحدى استراتيجيات الأمم المتحدة الشفافية والديمقراطية والحرية، وين الشفافية؟ جايب لي 120 واحد من درعان قد يكونوا كلهم ما شاء الله من أنا سمعت أسماء ارتحت، لكن سمعت أسماء ارتعشت، قتلوا مجرمين مشاركين في الليبيين في المؤتمر، ما في الشفافية بكل حتى كيف نديرهم؟ مش أنت تعلموا فينا في الديمقراطية والحرية والاختيار والشفافية؟ مش فأشياء مثل هذه سريعا بعد إذنكم الأخ سلامة على سبيل الفال يجلس مع شخص اسمه بالعيد الشيخ أعلنوا بكل قوة أمام الجميع، واحد عمره 14 سنة هراحرف ما يطلعش من قفود، وحقوق إنسان ما حقوق إنسان، كيف أنت تتعلمني حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق انظر شنو وكيف تدلي الأمن والأمان وحقوق المدنيين بينما تجلس وتتعامل مع شخصية كيف هذه على الفضائية؟